يسعد مساء الطيبين وبسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصفتنا بيتزا المقلات أو أي عجينة احشيها على كيفك وعمليها على نار الغاز. بكل بساطة منغطيها ومناخد استواء كامل للعجينة وللصلصة. خلينا نسهل الأمور ونقول بسم الله وندخل على المطبخ ونبدأ بتحضير العجينة. شايفين ما أروع؟ بتسيح الجبنة بكل بساطة بعملية التغطية. الصلصة ممكن تخزنيها بالبراد وتعمليها قبل شهر وشهرين وثلاثة. خلينا نبدأ بتحضير الصلصة. ممكن تعملي كيلو بندورة مع بصلة كبيرة، وبدنا ندعم اللون علبة معجون دبس البندورة. راح أحط علبة دبس البندورة والبندورة وخلطتها خلط ناعم البندورة أشريها. بتقبي وعاء حطيت معلقتين زيت زيتون، ممكن زيت نباتي البديل. رح نحطه على النار ليسخن. منحط بصلة مفرومة فرم ناعم، ورح نحط التوم معلقة كبيرة، بس انتبهي ما بدنا ياخد لون، بدنا طعم مميز. حطينا دبس البندورة والبندورة المفرومة، رح أسبكن وأحط أوريجانو البدير الزعتر الأخضر اليابس. بدنا رشة بهار حلبي، وممكن تستثني حبق يابس بيعطي ريحة طيبة، معلقة صغيرة، ورح نسبكها بشكل جيد لتندهن معنا دهن، ونحط ملح لنعدل الطعم بشكل صحيح. غلوتين وصارت جاهزة، ممكن تخزنيها بالفريزر بمطربان عادي. بالنهاية بحط معلقة زيت زيتون وبحطها لتبرد بمطربان وبخزنها بالفريزر. وإذا بدك تخزنيها بخزينة بدون ثلاجة، مطربان يكون ضغط الغطاء جيد بتخزني. رح نحضر العجينة. كوب لبن بوعاء، معلقة سكر مع معلقة ممسوحة خميرة، وبدنا نحن كوب ماء. بدنا نحط الكوب الماء، الماء عادي. نحرك السكر والخميرة ونحط كوب اللبن. هدول هن السوائل بدنا نعجن فيه العجينة. راح أحط ملح للطحين، الملح معلقة صغيرة، وراح أخلط بالمعلقة بدون بذل أي جهد. هلأ راح أحط الكوب الثاني. كل نوع طحين استيعابه للسوائل بيختلف، مشان هيك أنا عم بحط الطحين شوي شوي. هلأ بإيدي بتلمس الخليط مشان أعرف إيمت أوقف عن وضع الطحين. بكل بساطة رفعت المعلقة وحطيت معلقتين زيت. بدي أنعم العجينة لتكسبها طراوة وطعم، طراوة أثناء الخبز وطعم أثناء الأكل. ورح أخلطها بالمعلقة، وبعدين رح أستعمل إيدي أتحسس قوام هالعجينة. يا ترى لمت معي؟ بدي إياها طرية تلزق بإيدي بطريقة عجن معينة رح أعرض لك إياها، بتبطل بتلزق. شايفين شلون؟ أخذت معي مسحة زيت ورح أعجن. أخذت معي 3 أكواب ونص. شايفين شلون عم بحط الطحين شوي؟ لا تستعجلي، إن شاء الله جنبك شوال طحين. انت عندك سوائل اللي هن كوبين، اللبن كوب والسائل الماء كوب، يعني كوبين سوائل، وعم بحط الطحين شوي شوي، ما بخاف. بس لمت معي بنعم بزيت وبعجن عجن بسيط. شوفي الطريقة شلون، أخذ 3 أكواب ونص، ومع ذلك قلنا منا خايفين الطحين جنبنا. انتبهي على العجينة عم بلملم بهدوء وعم بتحسس القوام. أخذت 3 أكواب ونص. انتبهي على العجن، عم بطوي طوي بدون بذل جهد، عم بمسح إيدي زيت، ما عم بستحكم مزبوط. رح أحطها على سطح البلاطة المعقم وعم بطويها طوي. هالحركات هي مهمة، بتنفخ معك العجينة وعم ندخل الهواء بالعجينة. عم بنعمها مشان أكسب كرة عجين ملساء
لا تلصق باليد رغم إنها طرية جدا جدا، بس بحركة وعملية هالعجن بتبطل بتلزق. رح أريحها لمدة ساعة لتنتفخ. غطيتها ونفخت وخلينا نشوف. هبطة رشة طحين، بدي أنزلها. رح ألمها بهدوء وأعملها مثل رول وأقسمها حسب الحجم اللي بدي إياه. انتبهوا شلون عم بكور العجينة. مسحت إيدي مسحة زيت، رشة الصينية طحين، أخذت كرة العجين وعم بدخلها لجوا يا صبايا لجوا. بهالطريقة عم بدخل الهواء وعم بتنعم معي الكرة. مسحتها مسحة زيت وممكن رش طحين، ما بدنا نكون قشرة على كرة العجين. وغطيتها وراحتها لمدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة بكل بساطة باخد كرة العجين، رشي طحين وبفتحها بكفي، وممكن بشوبك جود بالموجود وحسب ظروفك وحسب الراحة اللي بتحسي فيها في العمل. فتحتها بإيدي وممكن بشوبك رش طحين، ومنفتحها حسب الحجم اللي بدك إياه، حسب الصاج حسب الطواية. بس يا ريت تنفضيها من الطحين. شايفين شلون عم تنفرد بكل بساطة؟ لأنه نحن كورنا العجينة بشكل جيد وريحناها، ما زمت معنا أبدا. شوفي شلون عم بطويها على بعضها، ما عم بتلزق أبدا. شايفي شلون؟ هذا دليل المقادير الصحيحة والتحضير الجيد وراحة العجين. حطيت معلقتين زيت، الزيت بيكسب طراوة. دقيقة ورح تطلع فقاعات، ممكن بشوكة تخزيها وممكن بالمعلقة تضغطيها. هاي صلصة البيتزا طالعتها من الفريزر وممكن تخزنيها بدون فريزر بالخزانة. حطيت سجق مع جبنة مع فلفل ملون، الحشوة على ذوقك وحسب ظروفك. هلأ اتناوقت عليها، أخذت لون ذهبي فاتح جدا. غطيتها، بدي حرارة أحبسها لأخذ طراوة للجبن وسيحان. تناوقت عليها مرة تانية، أخذت لون كامل ذهبي وساحة الجبنة، معناتها أخذنا استواء رائع لبيتزا المقلات. وجود بالموجود، هي هي فعلا ولا أطيب. جربوها ما بتندموا، كتير طيبة. هاي البيتزا كمان بنفس الصلصة، خزنوها يا صبايا ما بتندموا. حطينا جبن، بعدين حطينا فلفل. ممكن تستغنوا عن السجق عن اللحمة، تعملوها عبارة عن صلصة وجبن فقط وعطون على ذوقكم. هذا ذوق شخصي، نحترم ذوق الجميع. شايفين ما أحلاها؟ المهم ما حدا يتحجج ويقول أنا ما عندي فرن. وقت الضيف بيجيكي فوراً الصلصة بالفريزر، العجينة والله بتخبزيها ما في ربع ساعة بتكون جاهزة. شايفين الصلصة ما أروعة؟ حبيتي تكتري جبن. هلأ بدي أعمل أنا بيتزا مغلقة، ما في أروع من أعمليها قبل بنهار لضيوفك، وتاني نهار سخنيها بالميكروويف وقدميها وشوفي روعة التحضير. المهم إننا نستفيد من تخزين الصلصة لوقت الحاجة، خصوصا للموظفات للمعلمات. شايفين شلون عم بضغط بالمعلقة؟ عم بحبس الهواء وبقلبها وبحط زيت للترطيب. الزيت بيعطي طراوة وطعمة طيبة. بالتم العجينة طرية. شايفين عم بكبس بالمعلقة. أخذت استواء كامل من الجنبين. هاي حيشيتها أنا على كيفي من صلصة البيتزا مع فلفل أحمر. وحطيت لها شوية، كم حبة دجاج؟ يمكن ما بتطلع لقمتين دجاج، ممكن بس جبنة وخضار. خضار على كيفك، فلفل أحمر، فلفل أخضر، بصل، زيتون، عطون، ولا أروع.